مرحبا، معكم كارمين شماس. كيف بده يكون اليوم الخميس 13 نيسان ابريل؟ اليوم القمر مرافقنا برج الجدي حتى الساعة 9 الا ربع المساء توقيت العالمي، يعني الساعة 12 الا ربع المساء قبل منتصف ليل بيروت الصيفي. بينتقل من بعد القمر لبرج الدلو يلي عم يتابعني من القارة الامريكية. بعد الظهر القمر بيكون صار موجود ببرج الدلو. كيف بدها تكون الاجواء اليوم؟ يلي حابب يستبق الامور بيقدر يدخل ويسمع برجه الاسبوعي، الابراج الاسبوعية موجودة عندكم، بتقدروا تتابعوني على الانستغرام، على الفيسبوك، على تويتر ايضا. بنروح لبرج الحمل، انهار بعده متقلب للمساء لحتى تتحسن الامور، لحتى تلاقوا فيه نوعيه وقت افضل لترتاحوا لتنبسطوا، ما معناتها يوم سلبي، لا، برجع بكرر انه كل الامور بتتيسر، الامور بتتسهل، وفي بعض القصص اللي رح بتكون جدا على ذوقكم. الاكثر حظنا 12 13 و14 نيسان ابريل. بالنسبه لبرج الثور، لحقوا حالكم، وجود القمر في برج الجدي مساعد جدا، مسهل جدا، وانتم بحاجه لهالامور الحلوه. بس لما القمر يروح لبرج الدلو بصير في مربع مع برجكم، الشمس مش دعمتكم ابدا، لذلك ما تجازفوا. تذكروا انه كوكب اورانوس كمان موجود ببرجكم، لذلك هذا يوم سهل انكم تختاروا فيه نوعيه الوقت، كونوا حذرين. 7 و8 ايار مايو. بنروح لبرج الجوزاء، بتتسهل الامور بشكل واضح وملموس جدا لما القمر بيروح لبرج هوائي برج الدلو. الاجواء بتصير مش رائعة، بتصير أكثر من رائعة، وتصير الأمور مفتوحة قدامكم بعد ما كانت شوي مسكرة. إذا مواليد برج الجوزاء، بانتظاركم تحول إيجابي هائل جدا اليوم في الأبراج، نوعية الوقت بتصير رائعة، كلكم محظوظين بشكل خاص. 21 22 أيار مايو، هذه تأثيرات من بلوتو ومن الزهرة. بنكمل مع برج السرطان يلي جوه متقلب منه سهل، مزعوج ومتضايق. وجود القمر في برج الجدي مش سهل، مع مربع من اعلى نقطة بالدائرة الفلكية، لكن هنالك تسهيلات وانفراج، وهنالك تعاطف معكم، هنالك تحسن شوي. انتو بتتعاطفوا مع حالكم اكثر، ما بتقعدوا تخانقوا حالكم زيادة مع وصول القمر لبرج الدلو. لذلك انا بعتبر انه بيستحق هذا النهار منكم شويه مرونه في تقبل الامور. كونوا جدا حذرين. 1 2 3 تموز يوليو. بنكمل مع برج الاسد، الاجواء الى تقلب، الجو بتشوفوه صحيح متعب خلال ساعات النهار، ساعه وجود القمر في برج الجدي، لكن هنالك تقلب مزعج لما القمر بيروح لمواجهه. فحضروا حالكم، يعني كان مفكر انه مطلع الاسبوع فيه يعمل شو ما بده، الاجواء من هالقد مثل ما انتم مفكرين، احتمال انه يكون في شويه تقلبات، شويه معادات لكم. كونوا جدا حذرين لما القمر بيصير ببرج الدلو، ان كان المساء ان كان بعد الظهر، حسب وين انتم موجودين في القاره، في الكره الارضيه، خاصه مواليد 23 24 تموز يوليو. ننتقل لبرج العذراء، مواليد برج العذراء، وجود القمر في برج الجدي مساعد، هو المساعد الأكبر لإلكم، هو المساعد الأنجح، وهو المساعد يلي بيسمح لمواليد برج العذراء يكونوا ناجحين، متقدمين، منتصرين. لما القمر بيروح لبرج الدلو ما رح تكون الأمور مثل ما أنتم مفكرين، رح بيكون في شوية تعب، بتبلش الأمور تتعبكم، وما بتعود الأمور مثل ما أنتم مفكرينها سهلة وميسرة. يلي بده شيء يزبط معه دغري، خليه يختار فترة وجود القمر في برج الجدي، أي حتى منتصف ليل بيروت، لأنه عم بحكي هيك في ناس عم بيتابعوني بغير أماكن، عم بيتابعوني القارة الأمريكية، فبدكم تعملوا حساباتكم. الأكثر تعباً 26 27 28 آب أغسطس. بنروح لبرج الميزان، بيتحسن الجو بس لما القمر يوصل لبرج هوائي برج الدلو، لكن هلا لوقتها مواليد برج الميزان بدكم تمشوها بالتي هي أحسن، وتمشوا معها على قد عقليتها. هذه الظروف بعده عن المشاكل، الطاقات ليست سهلة. مواليد برج الميزان مزعوجين من القمر، مزعوجين من الشمس، لكن هذه مسألة عابرة بتمرق على كل الأبراج. ما تنزعوا أو ما تكسروا الجرة نصيحة، لأنه الجو رح بصير أفضل.
بنكمل مع بوش العقرب مواليد بوش العقرب الجو. بعرف انه الجو عندكم عاجي، في عجقه، في عجقه شغل، في عجقه ضغوط، ما هذا شيء مزبوط، لكن الامور نوعا ما معقوله تكبر نتفه تعذبكم شوي، بس لما الامر يروح لبرج الدلو لبيتكم، يعني في احتمال ترجعوا على البيت وتلاقوا البيت مكركب بسبب قصه معينه او بسبب ظرف شخصي طارئ، فكونوا حذرين خاصه 9 10 و11 نوفمبر. يلي عم يسالني لايمتى بدها تضل ظروف كوكب اورانيوس معه هيك، بدكم تابعوني بالابراج الاسبوعيه الشهريه اكيد، السنويه بتقدروا تعرفوا اذا انتم متابعكم، لكن شهريا بنقدر نعرف اذا بالشهر التالي، اذا بشهر ايار مايو بعده عندكم، اذا بشهر يونيو بعده عندكم. طبعا منروح لبرج القوس، مواليد برج القوس بعتبر هذا اليوم جيد سريع ممتاز ملبي لكم، بيساعد جميع مواليد برج القوس وين ما كانوا شو عم بيعملوا شو عم بتعملوا. مواليد برج القوس هذا يوم بيخدم مصلحتكم، بيخدم ارادتكم، بيخدم المجهود اللي انتم عم بتحطوه، يعني المجهود انتم عم بتحطوه ما رح يروح دعان، فحاولوا مواليد برج القوس تشاهلوا ترتبوا، رتبوا الخطة قبل ما تنطلقوا فيها لحتى ما تضيعوا الوقت الثمين. نهار ممتاز من أوله لآخره خاصة عند 14-15 ديسمبر. منروح لبرج الجدي، الطاقات قوية اليوم، القمر صحيح بيتركم بيترك برجكم بلحظة معينة لكن رح بيضل داعمكم حتى ولو راح للبيت الثاني بيت المصاري. طبعا مطلوب منكم ضلكم منتبهين لأمور مالية ولي استثمارات معينة والاهتمامات معينة، يمكن تكون قصص بسيطة عطل بالبيت تضطروا تدفعوا، فاعملوا حساباتكم انه احتمال يكون في بعض الاخذ والرد. تبقى الاكثر حظا 7 و8 كانون الثاني يناير، مع انه اليوم بعتبر جميع مواليد برج الدلو مواليد برج الجدي محظوظة. بنروح لبرج الدلو، الامور بطيئة على نار خفيفة جدا او حتى ما في نار بالمرة، كل شيء والقمر موجود ببرج الجدي، بس لما يوصل القمر لبرجكم بتصير الامور ولا اروع من هيك، تختلف النظره مختلفه كليا بتصير، وبصير عند مولود برج الدلو حماسي لحتى يحكي لحتى يفسر لحتى ينطلق لحتى يبلش او ياخذ مبادره بمشروع معين. فمواليد برج الدلو حضروا حالكم للحركه للنشاط، حضروا غراضكم كله يكون جاهز، بس لما يوصل القمر لبرجكم عند منتصف ليل بيروت حضروا حالكم للانطلاقه الضوء الاخضر قبل الظروف حذرة، كونوا حذرين دققوا وما تتركوا اشياء anything للصدفة، تحديدا 21-22 كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الحوت، مواليد برج الحوت بعتبر هذا اليوم جيد مع وجود القمر في برج الجدي، في سرعة، في تعاطف، في تعاون معكم، الجو حلو، الجو نشيط جدا 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 وقوي، بقويكم قوي، بقوي عصبكم، بقوي نشاطكم حماستكم، لكن بتختلف الصورة كليا لما القمر بيروح لبرج الدلو، بتدخلوا هون بمرحلة ركود وهدوء حتى يوم الأحد صباح الأحد، لذلك يلي عنده شغل بده يخلصه قبل يوم الأحد يلحق القمر ببرج الجدي. كونوا حذرين 22-23 شباط فبراير. نختم مع مولود 13 نيسان ابريل يلي بانتظاره سنة مرتبة جدا، سنة حلوة، سنة قوية، سنة داعمة، هيدي السنة بتقدم الكثير من الفرص، المشتري معكم، سنة كل 12 سنة بتبرم مرة، المشاريع يلي بتحصلوا عليها ما في احسن منها. تتذكروا رجعوا لورا اذا عمركم بيسمح لكم من 12 سنة تقريبا شو صار، هلا انتم مقبلين على صفحة مختلفة مهمة جدا جدا ايجابية. بدي أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.